وعن برامج الطب الوقائي بمركز سوسيو طبي بالجديدة، والدكتور خنواش حكيمة طبيبة أخصائية في الغدد والسكري بالمركز الاستشفائي الإقليمي بالجديدة، اللي غادي يأطروا لنا اليوم الندوة ديال اليوم. وكذلك نرحب بالحضور الكريم وبكل من ساهم في كل من ساهم في نجاح هاد الأيام التحسيسية، وكذلك جنود الخفاء اللي كانوا معنا. وبلا ما نطول عليكم غادي نمر الكلمة للدكتور يزيد الرابحي باش يقدم المداخلة ديالو. وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بالحضور الكريم، نتشرف باستقبالكم ونشكركم على تلبية الدعوة ديالنا لحضور هذه المحاضرة المنظمة من طرف مصلحة التدبير الطبي لو سيرفيس ميديكال بالجديدة التابعة لموقع الجوف الأصفر، والتي نختتم بها فعالية أسبوع داء السكري، والذي نظم من 16 إلى 20 دجنبر الحالي بالمركز السوسيو طبي بالجديدة. تواصل هذه الأنشطة الطبية والتي تندرج في إطار برنامج سنوي مسطر للطب الوقائي، والذي من خلاله ستكون حملات أخرى إن شاء الله مبرمجة، القاسم المشترك لها هي الوقاية والتشخيص المبكر للأمراض المزمنة. أتقدم كذلك بالشكر أيضا للمسؤولين والقائمين على هذا المركز الثقافي على حسن الاستقبال. أشكر كذلك الدكتورة حكيمة حنواش على حضورها وقبولها دعوتنا لتأطير هذه المحاضرة. alors اسم ديالي دكتور خنواش حكيمة، طبيبة الغدد والسكري في المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة، واليوم تمت الدعوة ديالي من طرف أطباء المركز سوسيو طبي اللي بالجديدة للتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو كيف يمكن تجنب الإصابة بداء السكري. كان هناك حضور مهم، وتم التكلم عن ما هو مرض السكري، مضاعفات مرض السكري، والأمور اللي ممكن نعملوها باش نحتاطوا من الإصابة بهذا الداء اللي هو في انتشار مستمر، لتمكن من تفادي الإصابة به والإصابة بالمضاعفات ديالو. وبعد المحاضرة كانت نقاش فعال، وكان هناك أسئلة اللي طرحوها الحضور وتم الإجابة عليها. معكم الدكتور رابحي يزيد، مسؤول عن الطب العلاجي بالمركز السوسيو طبي الجديدة التابع لموقع الجرف الأصفر مجموعة المكتب الشريف للفوسفات. اليوم جينا نظمنا واحد المحاضرة حول داء السكري، سبل الوقاية منه، وهدرنا كذلك على المضاعفات. هاد الندوة اندرجت في إطار واحد الأسبوع، خصصنا واحد الأسبوع لداء السكري، اللي من خلاله حسسنا الناس ودرنا تشخيص مبكر لداء السكري على مدى أسبوع.